أغلبية الناس عندهم شعور باليأس تجاه الانتخابات، لأن يحسون بها هم طلبوا انتخابات تكون مبكرة وتكون يعني قبل الوقت المحدد عادة، بس يحسون أنه الوضعية قبل الانتخابات مو مثل ما هم طالبيها، ما يحسون بالأمان. الناشطين يحسون الوضعية الأمنية، هم يعني عادة يغتالون أو يعني ينسجنون أو حتى يعني ما يقدرون يشاركون بالانتخابات بالطريقة اللي هم رادوا يشاركون بها. اكو مشاكل بالبلد لا يصلح بها انتخاب ديمقراطي، يعني مثل السلاح المنفلت. ما راح تصير انتخابات نزيهه، وانا مستحيل اشارك به جريمه، فاعتبر الانتخابات هسه جريمه. ما اعرف شنو الحل، لان ماكو يعني كل الطرق مسدده. انا اعتقد لا، ما راح اشارك بالانتخابات، لان انا يعني شخصيا يائس من الموضوع، لان احس انه اكو سلطه فوق السلطه، ومحتاج كلش محتاج انه توعي الشعب، وهذا الشيء يعني احسه اكبر مني واكبر من فوق الحكومه اللي هي